السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم محمد العنان من دولة الكويت. أكلمكم حاليا وأنا في مدينة شيان فوق سطح عمارتي، يعني حاولت أني أنزل، منعني الأمن من الخروج. كنت أنا طالع بشتري احتياجاتي من غذاء وماء وإلى آخره، ولكن منعت. الوضع في مدينة شيان حاليا إن لم يكن بنفس سوء مدينة ووهان فهو الأقل سوءا. الجهات المختصة والحكومة الصينية تتخذ الإجراءات مشددة حاليا في مدينة شيان. احنا كطلبة اللي ظالين هنا في مدينة شيان مو خايفين من فيروس كورونا، كثر ما بدأ الوضع يصبح جدا ممل وجدا مزري. يعني احنا تقريبا داشين الاسبوع الثالث على التوالي، مثل ما انتم شايفين ما في حياة، ما في بشر، ما تقدر تشوف احد، ما تقدر تطلع على كيفك، ما تقدر تدخل على كيفك. فهذا اللي شوي سبب لنا ازمة نفسية، ولكن الحمد لله احنا صابرين ومؤمنين ان شاء الله الامور راح تتحسن. بس عشان نكون واضحين مع العالم وواضحين مع انفسنا، فعلا العملية محتاجة وقت، ما راح تكون يوم ولا يومين ولا اسبوع اتوقع، يعني وتوقعاتنا ان العملية محتاجة اشهر.